هناك اتصال كبير بين المباراتين. هل ينهيها؟ هل ينهيها؟ هل ينهيها؟ الهدف الأول يأتي من جانب عبد الرحمن الحنشي. عبد الرحمن يلعب كورة، فكر، قرر، سدد، سجل جول. هدف أول لصالح فريق الأهلي. يا سلام بكورة مر بخطورة يسارية، مرت ولجت، عانقت، وصلت إلى الشباك ليعلن عن الهدف الأول لمصلحة فريق الأهلي. 17 دقيقة، يتغير الحال، يتبدل الأحوال لعيوني للتنفيذ، لعيوني لعيوني. هيتم، هيتم، وفي الشباك، في الشباك، حطها له في الشباك، سجلها اقصى الجهة اليمنى، مرت، سكنت، وصلت، عبرت، اتصلت، و2-0 لصالح فريق الاهلي بطرابلس. ها ها، هذه خلطة سحرية. كرة للخلف مع محاولات وانطلاقات، ولكن عادت، وصلت، هي 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 هي، طب جول 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 جول. او ماذا يشير حكم اللقاء؟ هل هي في المرمى؟ نعم في المرمى، مرت في المرمى، وصلت في المرمى ولجت. والهدف الثالث لفريق الاهلي عن طريق جوني بوكا. جوني بوكا النيجيري، هذا اللاعب النيجيري الذي وصل من بلاد رشيد ياكيني، الذي وصل من بلاد وانكو كان ومكاشي واوكوشا وايغالو، اللاعب الذي يعطي الفريق الاهلي الهدف